الطرق المعمليه اللي ممكن نستخدمها عشان نعمل الهرمون الاساسي ده
ديفايد اليزا، هنعرف يعني ايه اليزا دلوقتي، وديسكرايب اتس برنسبل اند ليست اتس تايب، ليست ابلكيشنز اوف اليزا. ميثودز فور استيميشن اوف هرمون ليفل ان بادي فلويد. من ضمن الميثودز المهمه في الاستيميشن اوف هرمون ليفل ان بادي فلويد، البادي فلويد زي ايه؟ السيره، عارفين البلاط اللي ناخد منه بنفصل منه السيره، البادي فلويد اللي هي السيره اللي بنعمل فيها هرمون الاساسي، سيره او يورين او سلايف. البلازما برضه من البلاط، البلازما من يعني مشتقه من مشتقات البلاط. الفرق بين السيره والبلازما ايه يا جماعه؟ ايوه تمام كده اوكي. فسواء ده او ده هما الاثنين ايه؟ بلاد سامبل. وممكن بنعمل برضه هرمونز في اليورين، بالذات الكورتيزون والحاجات دي تاخدوها مع الادرينال، مع الادرينال جلاند، وممكن في الايه؟ في السلايف. فاحنا الطرق المهمه اللي بنستخدمها طرق الاميونو اساي، وهنشوف يعني ايه دلوقتي، وطريقه ثانيه اسمها الكروماتوجراف. ايه حكايه الاميونو اساي دي؟ ايه قصه الاميونو اساي؟ اميونيتي يعني ايه؟ مناعة. اميونيتي يعني مناعة. اميونو اساي ده اساي يعني طريقة قياس. قياس تعتمد على حاجة اميونولوجيكال ميكانيزم. ايه الحكاية؟ ايه الفكرة بتاعتها؟ الفكرة ان احنا بنتعامل مع الهرمون ده كانتيجين. تعرفوا الانتيجين ولا لسه ما تسمعش عنه؟ ايه؟ بنتعامل مع الهرمون ده كايه؟ كانتيجين. ونصنع له في نصنع له كتصنيع، يعني مش تصنيع في الجسم، كتصنيع اندستري بقى، مش تصنيع سينسيسز ان ذا بادي، باندستريال ميثودز نصنع للهرمون ده، نصنع الايبيتوكس فيه الحتت فيه في الانتيجين ده، نصنع له ايه؟ انتي بادي. اوكي؟ ونعمل ايه؟ الفكره بتعتمد على انك تسمح بالفورميشن اوف ستيبل انتيجين انتي بادي كومبلكس. فورميشن في ستيبل انتيجين انتي بادي كومبلكس، يعني الانتي بادي اللي انت مصنعه ده بتسمح له ان هو يعمل اميون كومبلكس، يعمل اميون كومبلكس مع الانتيجين، يعمله فيكسيشن، يعني يمسكه كده لغايه ما تقيسه. هنقيسه ازاي؟ عشان نقيسه بنستخدم ليبل. ليبل علامه، او انتوا عارفين ليبل يعني ايه؟ ليبل زي مثلا لو انت زي فلورنس دكتور؟ زي ايه؟ زي صبغة فلورنس. بس انت عايز تعمل ليبلنج، انت عندك مثلا الكشكول ده هتستعمله، او الدفتر ده هتستعمله كذا، فانت عايز تعمل ليبلنج تحط ليبل هنا دي كذا، يعني ايه؟ زي حاجه تديك مؤشر، او تديك سيجنال، او تديك علامه، حاجه تديك اشاره، اوكي؟ فالتكنيكس دول هناخدهم بالتفصيل، بيعتمدوا على الفورميشن اوف ستيبل انتيجين انتي بادي كومبلكس، اوكي؟ الانتي بادي بيبقى ليبل يا اما دايركتلي، يا اما الانتي بادي اللي انت بتستخدمه على طول ده يبقى ليبل دايركتلي، او بعد او في خطوتين يبقى دايركتلي، وبعدين الخطوه اللي بعد كده ان الليبل يدي سيجنال، يدينا اشاره، والاشاره دي نعمل لها نقيسها ونشوف فيها الكونسنتريشن اوف ده انتي. طبعا الكلام دلوقتي قد يبدو مش واضح شويه، لكن مع كل ما ندخل جوه هنبتدي نشرح على تكنيكس واحد واحد هتفهموا المقصود بيها ايه. يبقى اميونو اسايز ار تكنيكس بيزد اون ذا فورميشن اوف ستيبل انتيجين انتي بادي كومبلكس. اميونو اسايز ار يوزد فور ديتكشن اوف هرمونز وبروتينز ودراجز. الاميونو اسايز دي ما بتستخدمش، مش معموله فقط للهرمون زي ما هنشوف دلوقتي، الايزا او راديو اميونو اساي او فلورو اميونو اساي، كل دول مش معمولين بس للهرمونز، ممكن بيستخدموا في الدراجز بصوره كبيره جدا، وفي الازهر بروتينز. هي الهرمونز، الهرمونز النيتشر بتاعتها ايه؟ الكيميكال بروتين. ممكن تبقى بروتين، ممكن تبقى ستيرويد بولي بيبتايد، تمام، يا اما بروتين يا اما بولي بيبتايد. الفرق بينهم ايه؟ لو اقل هم كلهم ايه؟ امينو اسيدز ماسكين في بعض، بيبتايد بومب. لكن الفرق بين البولي بيبتايد والبروتين 50 فما تحت بولي بيبتايد، اكثر من 50 بيبقى ايه؟ بروتين. اوكي؟ اني واي هو المولوكيول بيبقى كبير جدا، عشان صالح ما يزعلش، يعني المولوكيول البروتين بيبقى كبير جدا، اكثر من 50 واكثر من 75. لك ان تعرف ان الدومين الواحد البروتين ممكن يتكون من كذا دومين، يعني كذا حته. الدومين ده اللي هو الفانكشنال اند بيلدنج يونت للبروتين، ان الدومين الواحد بيبقى 200 امينو اسيد فما فوق، اوكي؟ لكن في هرمونز
اقل من 50 امينو اسيد فيه هرمون فعلا بوليبيبتيد تشين. فانت الهرمون زيه زي البروتينز يعني زي ما ممكن نعمل ديتكشن للهرمون ممكن نعمل ديتكشن باذر بروتينز. اوكي الامينو اسيد ده بقى في منهم هنقسمهم الى ثلاثه، هما في اكتر من كده بس احنا في ثلاثه ثلاث طرق اللي هنتكلم عنهم. الراديو امينو اسيد، الراديو امينو اسيد ده الليبل هما متقسمين على حسب الليبل. الليبل اللي بتستخدمه بيبقى راديو ايزوتوب، يعني ايه؟ يعني نظير مشع، يعني مثلا زي الايودين 125. الايودين ليه كذا نظير مشع، ليهم استخدامات في الميديسين كتير سواء دايجنوستيك او تريتمنت بالذات في الكانسر. من ضمنهم ال 125 في تاني 123 وفي 131 وليهم استخدامات كتير. فراديو ايزوتوب ده يعني نظائر مشعه للايودين. فهنا ده ايه؟ راديو اميونو اسيد. يعني نعمل ايه؟ ناخد انتي بودي زي ما هنقولها كده بالتفصيل فكره ببساطه، بنصنع انتي بودي ونيجي حاطين عليه علامه الليبل اللي بنحطه عليه اللي هي ايه؟ الايودين المشع. وبعد كده نسمح بحدوث رياكشن بتوين او بايندنج بتوين الانتيجين اللي هو الهرمون والانتي بودي اللي احنا مصنعينه ليه اللي هو ايه؟ الليبلد بالايودين. وبعد كده نقيس نشوف الاشعاع قد ايه. هنشوف الطريقه بالتفصيل، هي ده كده كلام سيمبل خالص بس هنشوف الطريقه بالتفصيل اكتر شويه. نشوف كميه الاشعاع دي قد ايه، كل ما كانت كميه الاشعاع اكتر معنى كده ان الكون ايه؟ الكون كومبلكس اكتر، انتيجين انتي بودي كومبلكس اكتر. الانتيجين ده اللي هو ايه؟ الهرمون. الانتيجين اللي هو الهرمون، وكل ما يكون كميه الاشعاع اللي هنقيسها اقل كل ما معنى كده ان كميه الهرمون اقل وهكذا. 125 ده ايودين مشع، ده بيمسكه في الانتي بودي. ده الليبل ده مثال للليبل المستخدم في الراديو امينو اسيد. ممكن نستخدم حاجات ثانيه، ممكن نستخدم السي 14 السي 14 كربون 14، ممكن نستخدم الاتش 3 الهيدروجين 3. ما هو لو موجود هيمسك فيه، واخد بالك؟ بنعمل خطوات بعد كده احنا هناخده بالتفصيل، بس انا بقول لك طالما موجود ومسك فيه وكون الكومبلكس هنقيس الاشعاع. معنى ان الاشعاع كتير احنا في خطوات ووش بقى اللي هو ما مسكش بنشيل، اوكي؟ او سيباريشن بنفصله. فاللي مسك هيطلع اشعاع، اوكي؟ هيطلع راديشن وهيتقاس بعد كده. طالما مسك وعمل الكومبلكس ده يبقى في حاجه يمسك فيها، يبقى في انتيجين يمسك فيه، يبقى الهرمون موجود، يبقى الراديشن هيبقى موجود. وكل ما يبقى موجود اكتر كميه اكبر من الهرمون يتكون كميه اكبر من الكومبلكس ده ويطلع كميه اكبر من الراديشن وتدينا غايه اعلى، اوكي؟ تاني حاجه انزايم اميونو اسيد، يعني في اميونو اسيز برضه نفس الفكره بس بنستخدم فيها ليبل بيبقى انزايم. الليبل بيبقى انزايم بنفس الطريقه يتكون انتيجين انتي بودي كومبلكس والانتي بودي او الانتيجين. هنا طبعا احنا هنتعامل دايما الهرمون هو الايه؟ الانتيجين. في لو احنا بندور على انتي بودي دي بتبقى قصه ثانيه. برضه الانتي بودي الليبل بس المره دي عاملين له ليبل ايه بقى؟ في الاليزا في الانزايم لينكد اميونو زوربان اساي. الليبل ايه؟ الليبل انزايم. الليبل انزايم. طب ايه السيجنال اللي هيدعم الانزايم ده؟ يعني انتوا دلوقتي لما قلت لكم راديشن فكره بسيطه بتطلع اشعاع وانت جهاز من هي الاجهزه اللي بتطلع اصوات من دي كده، واخد بالك؟ هتحطها هتطلع قرايه وهتعرف هي كام. انما انزايم هيعملها ازاي؟ اللون دكتور الانزايم هيعملها ازاي؟ الانزايم هنحط له سبستريت تاني بقى، اوكي؟ هنحط له ماده الانزايم بيشتغل عليها معايا؟ فيعمل ايه الانزايم؟ الانزايم اللي هو هنا ليبل، الانزايم شغال هنا ايه؟ في الاليزا ليبل. يعمل ايه؟ السبستريت بتاعه ده يحوله السبستريت اللي هو حطيناه اللي احنا ضفناه الانزايم هيشتغل عليه هيحوله الى برودكت، اوكي؟ هيحوله الى المنتج بتاع الانزايم ده، والبرودكت يبقى ملون. البرودكت يبقى ايه؟ ملون، يحصل كلر تشينج. وكل ما يكون الكلر اكتر معنى كده ان في انزايم ليبل الانزايم ده اشتغل اكتر، ففي كده انتيجين انتي بودي فيكسيشن حصل اكتر، فمعنى كده ان ايه؟ كميه الهرمون اعلى زي ما هنشوف بالتفصيل برضه. فلورو اميونو اساي نفس فكره الراديو اميونو اساي بس بدل ما بنستخدم ماده بتعمل راديشن بنستخدم ماده بتعمل فلوريسنس.
فانت بتعمل فلوريسنس حاجه في الايه في الاستقطاب بتاع الضوء بولاريزيشن اوف لايت. تاني عنوان كبير تحته بس ده مش هتاخد حاجه بالتفصيل احنا هناخد اسمه بس طريقه كانت بتستخدم الهيفات عامله ايه يا شباب انتوا قاعدين حاطين الكروماتوجرافي في العربي كده اللي هو ايه الفصل المعتمد على الالوان، كروما يعني لون وكروماتوجرافي فصل معتمد على الالوان. ده تكنيك يعني مور كومبلكس عن الايزا والتكنيكس ده، واقل استخداما في الحالات الدايجنوستيك اللي هو الشغل المعامل الروتين وورك بتاع المعامل. هو ايه فكرته؟ مش هناخد عنها حاجه، وفكرته بس ان كان ايه؟ انك انت لو عندك ثلاث مواد ملونه، ثلاث مواد مثلا الوانهم مختلفه، وانت خلطتهم على بعض، خليتهم ميكشر مع بعض، فعملتهم خليط، اوكي؟ ممكن تفصلهم تاني، تفصلهم تاني ازاي؟ بانك تجيب كولم عمود بتحشيه مادة معينة، بتحشيه حاجة سيليكا أو حاجة مادة معينة، وتعمل إيه؟ وتخلي المواد الملونة دي محلول، تعملها تدوبها في محلول وتيجي صابطها في الكولم ده، أوكي؟ بما إنهم هما التلات مواد الملونة دي تلات مواد مختلفة، هيبقى في اختلاف في الأفينيتي تو ذا سابستانس ذا كولم، مثلا السيليكا وبتميد السوليوشن، يعني ايه؟ يعني مش كلهم هيفصلوا مره واحده، ما تيجي تصبهم في شويه هيفضلوا ماسكين في السيليكا اللي في الكولم، وشويه وواحد منهم ماده خفيفه هتيجي نازله على طول في الاول مثلا، الباقيين ماسك وهتحتاج تصب عليها سوليوشن ثاني سائل كده تغسل بيه، يجي فاصل الايه؟ الثانيه اللي هي قابليتها لانها تعمل بايندنج للسيليكا دي اقل، وهكذا لغايه ما تتفصل. يعني المهم احنا ما عندناش تفاصيل في الكروماتوجرافي، هو ده الفكره على التكنيك كده باختصار. وده anyway مش مستخدم بصوره كبيره في الروتين وورك اوف لابس، بيستخدم اكتر كمان في الريسيرش وفي الايه؟ في الحاجات الجديده. اوكي؟ ماشي كده يا جماعه. يبقى احنا طرق الاستيميشن يا اما امينو اسيد يا اما كروماتوجرافي، في طرق ثانيه طبعا اقل اهميه ما ذكرناهاش او اقل استخداما، انما خلينا في دول، خلينا مركزين على دول، الامينو اسيد والكروماتوجرافي. الامينو اسيد على حسب الليبل المستخدم ممكن نقسمها الى ثلاث انواع، ايه بقى؟ راديو امينو اسيد ولايزا امينو اسيد، او سوري انزايم امينو اسيد، انزايم امينو اسيد، وثالث حاجه فلورو امينو اسيد على حسب الليبل المستخدم. برنسبل اوف امينو اسيد، يبقى الامينو اسيد بيعتمد على ايه؟ فورميشن اوف ستيبل ليبلد انتيجين انتي بودي كومبلكس. ان كيس اوف هرمون الاسيد انتيجين از هرمون، الانتيجين هيبقى الهرمون انتنتد تو بي ميشر اللي هو اللي احنا عايزين نقيسه. الحاجه اللي عايزين نقيسها عاده بنشير ليها بكلمه انالايت، الماده اللي هتحل، الحاجه اللي هتتحلل يعني. الليبل بروديوسز اسيجنال، الليبل بعد كده يدي ايه؟ اشاره. نعمل احنا ميشرمنت اوف سترينث اوف سيجنال، نقيس قوه الاشاره دي سواء تشينج في الكلر، سواء راديشن، سواء فلوريسنس، نقيس قوه الاشاره. وبعد كده نعمل ايه؟ انتربريتيشن اوف سيجنال سترينث بروديوس، بنترجم شده الاشاره دي الى كونسنتريشن اوف ذا انالايت او كونسنتريشن اوف ذا هرمون. نترجمها ازاي؟ نترجمها بان احنا نجيب احنا بنقيس مثلا البلاد لصالح مثلا هندسته هرمون مثلا الكورتيزول، احنا مش عارفين الكورتيزول في البلاد بتاع صالح كام، اوكي؟ مش عارفين هي دي العينه اللي هنحللها، لكن احنا ممكن نجهز كميه من محاليل فيها كورتيزول باي فاري كونسنتريشن بتركيزات مختلفه، اوكي؟ وبعدين نعمل ايه؟ نقول اما كان تركيز الكورتيزول واحد ماشي؟ ادانا سيجنال مثلا قد كذا مثلا 10،
اوكي؟ سواء السيجنال ده راديشن او تشينج ان كلر او كذا. لما كان تركيز الكورتيزول لما احنا معانا محلول كورتيزول تركيزه 2 وعملنا عليه نفس الخطوات اللي هنعملها على البلاط بتاع صالح ادانا قرايه مثلا 100. اما كان تركيز الكورتيزول 3 ادانا قرايه مثلا 1000، اوكي؟ ونيجي عاملين ايه؟ كيرف كده اهو. نيجي عاملين كيرف. عملنا كده بقى ايه؟ بدل ما هي نقط 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 عملنا كونتينوا فلايت، كونتينوا فلايت خط متصل. ممكن انت لو اديتني شدة الإشارة سترينث أوف سيجنال لأي أنون أجي منزلها كده، خدت أنتوا الحاجات دي الرسم بياني والكلام ده، وتيجي تسقطها كده وتيجي نازل هتعرف الكونسنتريشن أوف كورتيزون قد إيه. فاهمين الحكاية دي ولا صعبة واضحة؟ يعني بإيه؟ بنفس طريقة الرسم البياني كده، إنك أنت تعمل عندك نقط معروفة، نقط تبقى عارفها كده، تيجي موصلها ببعضها تديك كونتينوس لاين تعرف تجيب بيها أنون. الطريقه دي تبقى بنسميها ستاندرد كيرف، انك انت بتبني بتعمل كونستراكشن لستاندرد كيرف او كاليبريشن كيرف. ستاندرد كيرف ستاندرد عشان انت اللي بتستخدمهم حاجات ستاندرد تركيزاتها معروفه انت مجهزها وعارفها، او كاليبريشن كيرف لانك انت بتستخدمه في الكاليبريشن في القياس، اوكي؟ فانت بتعمل بتكونستراكت ستاندرد كيرف او كاليبريشن كيرف للمعمل بتاعك او للجهاز، وبتدخل الداتا دي على الجهاز، وهو بعد كده بالسترينث اوف سيجنال يقدر يديك الكونسنتريشن اوف هرمون انتنتد تو بي اسايد اللي انت بتقيسه، يقول لك التركيز بتاعه قد ايه. اوكي دكتور، يعني مثلا لو طلع الميشرمنت مثلا 100 عندك بالشارت 100 هيساوي تركيز كذا. ال 100 انت خلاص بيبقى عندك التركيزات اللي عندك بتخليك توصل انك تعمل ايه؟ كونتينوس لاين باي نقطه تديك في اي نقطه في هتطلع معاك في السيجنال سترينث، سواء ايه؟ سواء زي السنه اللي فاتت كنا بناخد ايه مثلا؟ ابزوربشن اللي هو في الجهاز الكالوريمتري اداك ابزوربشن، او في او راديشن. انت خلاص عرفت الراديشن، الجهاز اداك قرايه على الراديشن، تيجي نازل على الكيرف كده ونازل تيجي مسقطها على الكيرف وتيجي نازل هتديك مثلا ايه؟ يطلع تركيز كورتيزول 2.5 مثلا، اوكي؟ وهكذا يعني. هو ايه اللي حصل؟ يبقى اول خطوه تكوين ستيبل انتيجين انتي بودي كومبلكس. الانتيجين بيبقى بروتين كبير، بروتين كبير، اوكي؟ لكن الجزء الانتيجينيك الديترمنت منه، الجزء اللي هو بيحدد الانتيجينيسيتي بتاعته، بيبقى سيكونس اوف امينو اسيد صغير، 4 امينو اسيد 5 امينو اسيد، بيبقى جزء صغير خالص في الهرمون مولكيول. عشان كده ممكن الهرمون الواحد يكون فيه اكتر من انتيجينيك ديترمينانت او انتيجين بايندينج سايت. ممكن يكون فيه اكتر من انتيجينيك ديترمينانت، اكتر من حته بتسبب انتيجينيسيتي. يعني ده مثلا لو تخيلنا ان الهرمون ده مولكيول كبير، ممكن يكون فيه الحته دي تشتغل كانتيجين ديترمينانت، دي انتيجين ديترمينانت، دي انتيجين ديترمينانت. الانتيجين ديترمينانت ده بنسميه ابي توب. It is site on the surface of the antigen molecule which a single antibody molecule binds it. يعني هو الجزء اللي في الانتيجينيك مولكيول اللي ممكن يجي انتي بودي معين ويمسك فيه.
فبالتالي ممكن يكون الانتيجين في اكتر من انتيجينيك ديترمينانت، فممكن يكون في اكتر من اي بي 2. اوكي، الباراتوب بقى، الباراتوب ده في الانتي بادي اللي هو السيكونس، برضه الانتي بادي ده بروتين عباره عن جلوبولار بروتين، السيكونس اوف امينو اسيدز اللي في الانتي بادي اللي كان بايند تو ايبيتوب، الجزء اللي بيمسك في الايبيتوب من الانتي بادي اسمه باراتوب. It is a part of the antibody which recognizes antigen. It is the antigen binding site of an antibody. يبقى الايبيتوب موجود فين؟ الانتيجين. تمام، والباراتوب الانتيبادي. طيب الانتيجين وليكن مثلا الهرمون اللي احنا هنقيسه ده، ممكن يكون فيه اكتر من اي بي توب ولا لا؟ ممكن يكون فيه، لان المولكيول ايه كبير، ممكن يكون فيه اكتر من اي بي توب. طيب الانتيبادي ممكن يكون فيه اكتر من باراتوب ولا لا؟ لا. ليه بقى؟ لان الانتيبادي بيبقى برودوس سبيسيفيكالي لايه؟ لسيرتن انتيجين. هو طالع على الانتيجين الانتيجينيك ديترمينانت معين، فهو طالع لده. هي البي سيلز البلازما سيلز، هي الخليه دي بتصنع الانتي بادي اللي طالع يمسك موبايل بروسيس اريا اوف ذا انتيجين. اوكي، هو ايه هو الانتيجين بقى؟ الانتيجين اي مولكيول لو دخل الجسم يعمل تريجرنج الاميون ريسبونس ده اسمه انتيجين. اي مولكيول يدخل الجسم يؤدي الى تكون اميون ريسبونس او برودوس اميون ريسبونس ده يبقى اسمه انتيجين. اوكي، فالانتيجين في الحاله دي الجسم بيتعامل معاه على انه ايه؟ على انه حاجه غريبه عنه ويكون له انتي بادي. لو كنت انتوا خدتوا حاجه في المناعه ان هي ما بيخش جسم غريب بالاول بتمسكوا خلايا اسمها انتيجين بريزنتنج سيلز، تمسك الانتيجين ده تعمل له دايجيشن تضمه جواها وتيجي تطلعها اجزاء منه الانتيجينيك ديترمينانت اللي هي الايبيتوب دي بقى تطلعها ايه؟ على السيرفيس بتاعها على سطح الخليه اللي هي الانتيجين بريزنتنج سيل دي، وبعد كده الانتيجين بريزنتنج سيل تمشي لغايه ما توصل للسايموس او السبلين وتروح للتي ليمفوسايتس والبي ليمفوسايتس وايه توريهم ادي يا جماعه انا ايه قفشت مسكت ده متسلل وادي ادي ايه ده كلمه السر بتاعته او الهيبيتوكس بتاعته وتصرفوا معاها، يبتدي يطلع بقى فيه هيلبر سيل وفيه سايتوتوكسيك سيل والبلازما سيلز يحصل لها ديفرنشيشن وبروليفريشن وتطلع تبتدي تطلع سبيسيفيك انتي بوديز اجينست الانتيجين ده. فهنا في الحاله دي الانتي بودي بيطلع سبيسيفيك للايه؟ للايبيتوب اللي الانتيجين بريزنتنج سيل وريته كده للخلايا اللي هي التي سيل او البي سيل. غالبا الانتيجين بيبقى بروتين او بولي ساكرايد، نادرا ما يكون ليبل. الجسم بيقدر يتعرف على اتس اون سيلز، بيقدر يتعرف على الخلايا بتاعته عشان ما يهاجمهاش، ويتعرف على الاجسام الغريبه كانها ايه؟ على انها اجسام غريبه ويصنع لها انتي بوديز. كل الكلام ده ايه؟ يعتبر انتروداكشن للكلام بتاعنا اللي هو جزء الانتيجين، يعني مش هو الاساس عندنا. الانتي بوديز بقى اللي بتظهر، الانتي بوديز دي اللي هي اميونو جلوبولينز. الانتي بوديز دي عباره عن اميونو جلوبولين. اميون جاي من اميونيتي، جلوبولين جاي من ايه؟ من الشكل بتاعها اللي هي جلوبولار بروتين. جلوبولار بروتين، البروتين عندنا ممكن يكون شكلين، يا اما عصبي صح اللي هو فايبرس يا اما جلوبولار. الجلوبولار غالبا البروتينات اللي هي ليها فانكشنال او بيولوجيكال اكتيفيتي اللي هي ليها وظائف بيولوجيه بتبقى جلوبولار بروتين، والبروتينات اللي ليها وظائف بنائيه بتبقى فايبرس بروتين اللي هي بتبني الجسم بقى، يعني اللي داخله في تركيب الجسم نفسه عشان يبقى واقف كده، دي غالبا بتبقى فايبرس بروتين. البروتينات اللي بتعمل اكشن هرمون انزايم الكلام من ده بتبقى جلوبولار بروتين، فمن هنا جاي الاسم اميونو جلوبولين. يبقى الانتي بودي عباره عن اميونو جلوبولين، التركيب بتاعها عباره عن بوليبيبتايد 4 بوليبيبتايد تشين، 4 بوليبيبتايد تشين، اثنين منهم كبار واثنين صغيرين. الاثنين الكبار المولوكيولار ويت بتاعهم عالي فمسمينهم ايه؟ هيفي تشينز، والاثنين الصغيرين المولوكيولار ويت بتاعهم صغير فمسمينهم لايت تشينز، واخدين اختصار للكبار دول اللي هم الهيفي اتش واختصار لللايت تشين ان. اوكي، كلهم زيهم زي اي بروتين بيبتدي
من ناحيه فيها ال NH2 فري ومن ناحيه فيها COOH فري. فالناحيه اللي فيها ال NH2 فاضيه فري مش ماسكه حاجه تبقى N terminal، والناحيه اللي اخرها الكربوكسيل جروب فاضيه مش ماسكه في حاجه بتبقى اسمها C terminal. فكل واحد فيهم ليه C terminus و N terminus. اوكي ال C غالبا بتبقى كونستنت ثابته، يعني هما خمسه كلاسز كده من الاميونوجلوبولين غالبا بتبقى الترتيب اللي هنا الانتي بودي سيكونس ثابت على حسب الكلاس. انما الفاريشن بيحصل هنا بقى ده في الجزء ناحيه ال N terminal سواء في الهيفي تشين او في اللايت تشين. الفاريشن ده هو اختلاف السيكونس هنا هو اللي بيخلي الانتي بودي ده طالع يمسك في الحته دي في الانتيجين، طالع يمسك ما يعرفش يمسك الا في الحته دي. هيمسك ازاي؟ هيمسك بكيميكال بومز، فكيميكال بومز تعتمد على الامينو اسيد سيكونس اللي موجود هنا. فالحته دي بتاع الفاريشن بتاع الاختلاف هي دي اللي كل انتي بودي فيها سيكونس معين طالع يمسك في الايبيتوب، طالع يمسك في حته معينه في الانتيجين. يبقى تركيب ذا بيسك يونت اوف اني تايب اوف اميونوجلوبين از فورمد اوف فور بوليبيبتايدك تشينز لينكد توجذر باي دايسلفايد بوند، رابط ثنائي الكبريت بتعمل شكل واي شيب في اثنين هيفي اثنين لايت على حسب الميكروبر ويت. هو الكلام ده اللي قلناه مفيش حاجه ايه زياده. طيب دلوقتي احنا انت بيجي لك الكيت، بيجي لك كيت، الكيت اللي هي الكيماويات اللي انت بتستخدمها مثلا طالب كيت مثلا للثيرويد او الكورتيزول، بيجي لك كيت كده في كرتونه مقفوله عباره عن كام ازازه فيهم كام محلول. من ضمن المحاليل دول في الانتي بودي اللي هو ايه بتحضر بتصنع بقى، مفيش حاجه في الجسم تصنعها، لا ده حاجه جايه لك اندستريال كده صناعيه جايه لك في عبوه مقفوله. هم صنعوها ازاي؟ واخد بالك؟ او صنعها صنعها ازاي؟ ازاي جالك انت كده انتي بوديز ليه مولد بالشكل ده؟ جات منين الانتي بوديز دي؟ عملوها ازاي؟ الطريقه اللي بيتعمل بيها الانتي بودي دي اسمها هيبريدوما، انك انت تعمل هيبريدوما. مقطع بوما دي يعني ايه؟ بوما لايبوما حاجه ايه؟ تيومر، حاجه يعني تيومر سيل عامه. طيب هيبريد ده يعني ايه؟ هيبريد يعني كونجيجيت، هيبريدايزيشن يعني بتعمل كونجيجيشن، بتمسك حاجتين في بعض. هي جايه منين؟ فكرتها ببساطه ايه؟ انك انت الانتي بوديز اللي بتصنعها دي انت لو جاي لك محلول انتي بوديز بيكون حاجه من حاجتين، يا اما مونو كلونال يا اما بولي كلونال. مونو كلونال انتي بوديز يا اما بولي كلونال انتي بوديز. مونو كلونال يعني ايه؟ فحال يعني جاي من نفس الكلون، هي مستعمره واحده، خليه واحده وقاعده تتقسم تتقسم، يبقى جايه من بي سيل واحده، بلازما سيل واحده، واتقسمت اتقسمت لغايه يعني قعدت تتكاثر لغايه ما عملت الكلون ده بيبقى ايه كده مونو كلون. طب بولي كلونال يعني ايه؟ بولي كلونال يعني جايين من اكتر من بلازما سيل، جايين من اكتر من بلازما سيل. ازاي بنحصل على المونو كلونال وازاي بنحصل على البولي كلونال؟ المونو كلونال بنحصل عليها ازاي؟ انك انت تحقن الايبيتوب ده، تحقن الانتيجين ده، فيطلع خلايا، يطلع خلايا ايه؟ تحقن الانتيجين، يطلع بلازما سيل سيكريتنج انتي بوديز اجينست الانتيجين. بتيجي واخد واحده من البلازما سيلز دي اللي هي مطلعه الانتي بودي اللي انت عايزه، وتعمل لها ايه؟ تعمل لها كونجيجيشن، بتمسكها في تيومر سيل، بتمسكها في خليه سرطانيه عشان تتكاثر بسرعه، عشان تتكاثر معاك بسرعه. اوكي؟ تمسكها في خليه سرطانيه وتسيبها يعني تعمل لها الميديا وتسمح لها بان هي تتكاثر وتعمل ايه؟ تعمل الهبريدوما ده اللي هو كونجيجيت من التيومر سيل والسبيسيفيك بي سيل اللي هي البي سيل اللي بتطلع انتي بودي محدد، فتتكاثر تكبر وتبتدي تنتج تو برودوس سيس انتي بودي. اوكي؟ تاخد انت الانتي بودي ده، يبقى الانتي بودي ده كده ايه؟ انتي بودي واحد نوعيه واحده طالعه اجينست سبيسيفيك ايبيتوب، طالعه ايبيتوب جزء واحد من الانتيجين. اوكي؟ لكن بقى في البولي كلونال انتي بوديز انت بتحقن الانتيجين كله في انيمال، تيجي الانتيجين كله تيجي حقنه في انيمال، ماشي؟ يبتدي الانيمال الريسبونس يعمل ايه؟ يطلع انتي بوديز، بس مش هيطلع مش خليه واحده بس، مش يعني مش هيطلع
نوع واحد كلون واحد او نوع واحد من البي سيلز، لا هيطلع اكتر من نوع من البي سيل. ليه؟ لان الانتيجين فيه اكتر من اي بي 2. اوكي، فبالتالي هيكون عندك ميتشر من الانتي بوديز اكيد في سيلز انتر. المونوكلونال طالع من ايه؟ من 1 بي سيل بيطلع 1 كايند اوف انتي بادي، انتي بادي واحد. اوكي، انما البوليكلونال بيطلع من شارب اوف انتي بوديز اجينست الانتيجين باي ويتش ذا انيمال از انجكتد، اللي انت حققت بيه الانتيجين. ده الافضل، المونوكلونال افضل. ليه؟ لانك انت تطلع نوع واحد بس من الانتي بوديز هتعمله ليبلنج وهتستخدمه، هيكون ايه؟ هو حاجه واحده بس انت عارفها واسهل في الاستخدام. ده مش عصبيط بقى كذا كذا واحد. بعدين في كمان افضليه كمان، ان المونوكلونال انتي بوديز بيتصنع ازاي؟ بيتصنع انك انت بتعمل هبريدوما دي وتعملها في المعمل، تسيبها تنتج في المعمل. انما البوليكلونال ده بتجيب انيمال وتحقنه، والانيمال ده هو اللي يبروديوس البوليكلونال انتي بوديز. فلو حصل ديس للانيمال ده خلاص انت ايه؟ خط الانتاج بتاعك توقف على كده، غير ده عمال ايه ينتج على طول وتاخد منه خلايا تزرعها وكده. فهو غالبا بيبقى ايه؟ مونوكلونال انتي بوديز. هي دي الطريقه اللي صنعنا بيها الانتي بوديز. الليبلز اوف امينو اسيد، امينو اسيد ريكواير ذا يوز of labeled material in order to measure the amount of antigen or antibodies present. لان احنا يا جماعه زي ما قلنا الاميونو اسيز دي مش بس بنستخدمها في الهرمون، احنا ممكن كمان بنستخدمها ان احنا نشوف في انتي بوديز اجينست حاجه معينه في الجسم ولا لا. انما احنا الهرمون دايما بنتعامل معاه على ايه؟ انه انتيجين. انما احنا ما هنتكلم على الاميونو اسيز عامه بنقول ان احنا بنقيس انتيجين او انتي بودي. انما الهرمون اما بيجي نقيسه بيبقى التكنيك بيتعامل معاه كايه؟ كانتيجين، واحنا مصنعين ليه انتي بوديز ليبل. A label is a molecule that will react as a part of the assay. هو يخش في التفاعل كجزء من التفاعلات اللي انت بتعملها، وهو شغال كده and in doing so produces a signal that can be measured in the simulation. يطلع لك اشاره، ولازم الاشاره دي تكون ايه؟ تقدر تقيسها. Example of label include radioactive compound or enzyme that cause a change in color in a solution called a fluorescent compound. اوكي؟ يبقى انت ايه؟ ده الانتيجين اللي انت عايز تشوفه موجود ولا لا. بتعمل له انتي بودي بالطريقه اللي احنا قلناها اللي هي المونوكلونال انتي بودي ده، وتعمل له ايه كمان؟ ليبل، يتمسك فيه ليبل عشان بعد كده يعمل ايه؟ انتيجين انتي بودي كومبلكس ويبنى ليبل. والليبل ده ممكن يطلع سيجنال، والسيجنال ممكن تتقاس وعلى حسب شدتها نعرف كميه الانتيجين. الانتيجين ما تنساش اللي هو احنا بنتكلم قصدنا هنا ايه؟ تمام؟ هناخد بقى مثال الراديو اميونو اساي البرنسبال بتاعه ازاي؟ راديو اميونو اساي از امبورتنت تكنيك، ده بيخلط بين تو تكنيكس اللي هو الاميونو اساي وبين الراديو اكتيفيتي اوف ايزوتوب. بنستخدم ان في ايزوتوب اظهر مشاعه للايودين، اكتر واحد بيستخدم للكربون للهيدروجين، من اظهر مشاعه بنستخدم التكنيك بتاع الايزوتوب في دوره الايزوتوب، وبنستخدمها بنعمل لها كابلنج مع الاميونو اساي فيدينا الراديو اميونو اساي. البرنسبل ايه فكره الراديو اميونو اساي؟ انت عندك الهرمون، الهرمون بنتعامل معاه ايه؟ الانتيجين. تمام، هنجيب ده اللي موجود في الانون سامبل في العينه بتاعه البلاط بتاع صالح اللي فيها مثلا انسولين احنا مش عارفين كميته قد ايه وعايزين نعرفها، هو ده الايه؟ الانون انتيجين. بنعمل ايه؟ الانتيجين ده طبعا جاي من الجسم انليبل، مفيش جسم بيصنع هرمون في ايودين مشع. تمام، لكن اللي احنا بنصنعه معمليا في المصانع ده ممكن بنحط فيه الايودين المشع، ونيجي مصنعين وسط الكيت ليبل انتيجين. نصنع وسط الكيت ليبل انتيجين، يعني يكون مثلا انسولين، بس احنا بنقيس انسولين، نيجي عاملين انسولين في ايودين 125 125. اوكي، ونعمل ايه بقى؟
هما الاثنين في هتجيب عندنا كميه محدده من الانتي بودز ليميتد اماونت اوف انتي بودز، وبعدين هنخلط كله مع بعض، الانتي بودي اللي هو اجينست الانتيجين ده، والليبل انتيجين اللي هو ايه؟ متصنع، والان ليبل انتيجين اللي هو ايه؟ النون بتاعنا، وهنحطهم مع بعض، هنعمل لهم انكيوبيشن فور اديفينيت بيريود مع بعض، نحطهم مع بعض فور اديفينيت بيريود لفتره محدده، اوكي؟ نخليهم يتفاعلوا مع بعض. هيحصل ايه؟ هيحصل بينهم كومبيتيشن على البايند، هيحصل بين الليبل اند ان ليبل انتيجين، هيحصل بينهم كومبيتيشن على البايندنج سايت في الانتي بودي. هما الاثنين هيجروا عايزين يمسكوا ايه؟ البايندنج سايت في الانتي بودي. فقدامنا دلوقتي الاحتمالات قدامنا ايه؟ ان يكون اللي احنا بندور عليه ده مش موجود خالص في العينه، الاقي دي مثلا ما فيهاش انسولين خالص، فيحصل ايه؟ كل الانتي بوديز هيمسك فيها ليبلد انتيجين، كل الانتي بودي اللي موجوده هيمسك فيها ليبلد انتيجين. ليه؟ لان مفيش ان ليبل، العينه ما فيهاش، مفيش حاجه، العينه البلاد اللي احنا واخدينها ما فيهاش انسولين، اللي هو يعتبر ايه هنا؟ ان ليبلد انتيجين. واضح انه انفصل. لا هيبقى كده، لا كده هيكون في اشعاع. ما بقى يبقى ايه؟ يبقى انفيرسلي بروبورشن، يبقى علاقه عكسية، كل ما الإشعاع يزيد يبقى كمية الهرمون في البلاط أقل. لا مش عارف من الأول إيه ده ماشي. أنت عندك عينة البلاط اللي أنت واخدها هتدور فيها على هرمون اسمه الإنسولين، الإنسولين هنعتبره هنا ليبل ولا أن ليبل ده أنتيجين؟ أن ليبل، تمام؟ إحنا الكيت بتاعتنا بقى فيها إيه؟ فيها الأنتي بودي اللي هو الإنسولين ده، وفيها ليبل انتيجين مثلا انسولين بس في اي بي 125، ونحطهم كلهم مع بعض. هيحصل ايه؟ هيحصل كومبيتيشن، تنافس بين الليبل انتيجين اللي هو انت حاطه مع الكيت والان ليبل انتيجين اللي انت بتقيسه، اوكي؟ كل ما كان الان ليبل انتيجين اللي هو الانون بتاعك اللي انت بتقيسه اكتر، هيعمل ايه؟ هيشغل مكان الانتي بودي اكتر، اوكي؟ طيب والكميه الليبل هتمسك اقل، فكميه الراديشن في الاخر الراوند راديشن هتبقى اقل. طيب كل ما كانت كميه الان ليبل انتيجين اللي هو في الان اللي هي الانون اللي هي من عينه البلاد بتاعتك اقل، هيسمح بان الليبل انتيجين اللي هو جاي في الكيت يمسك اكتر في الانتي بلاد ويدينا سترينث السيجنال اعلى ويدينا اشعه اعلى، فبالتالي العلاقه بينهم ايه؟ انفرسلي بروبورشن. هي دي الفكره. موجود هنعمل ايه؟ هنعرف كميه الاشعه، هنعرف كميه، ايه؟ كل ما تلاقي الاشعه اقل، ولا الاشعه اقل ده مش منعرف خالص، اقل ده بكميات، كل ما يكون اقل يبقى معنى كده ايه؟ ان الليبل مسك اكتر، مسك اكتر ايه؟ عشان انا قلت ايه؟ كل ما كميه الاشعاع تبقى اقل ولا اكتر؟ كل ما كميه الاشعاع تبقى اكتر صحيح، يبقى بيسك اكتر، يبقى الليبل بيسك اكتر، يبقى الان ليبل اقل، يبقى السرين ليبل اقل، يبقى السرين في الحاله دي باين مثلا. انت بتكسب كميه السرين بتكسب كميه ازاي؟ انك انت بتعمل نفس الكلام ده بتعمله على كذا ستاندر، بتجيب كذا عينه معاك فيهم السرين بتركيبات انت عارفها، وتيجي عامل عليهم نفس الخطوات اللي بتعملها على الانمور، وتيجي عامل كيرف كالبريشن كيرف، يعني الاشعاع طلع كذا بس بقى الكيرف ساعتها يبقى ماشي كده بالعكس، الاشعاع طلع كذا كل ما يعلى الاشعاع كميه ايه؟ كميه الهرمون بتقل بتقل بتقل، وهتيجي عامل كونتينوس لاين بحيث انك انت اي ما يجيلك كلايه تيجي تنزلها كده وتسقط تعرف كميه الايه؟ الهرمون قد ايه بالظبط، اوكي؟ الكيرف ده الليبل ده ليه لما يكون موجود زياده والان ليبل مو موجود ليه يزيد الاشعاع؟ الليبل لو موجود زياده لان الليبل ده ماده الليبل ده بايه؟ بايودين 125 اللي هو بيعمل راديشن. ايه. ايه. فانت هتقيس الراديشن ده كل ما كان اكتر كل ما يبقى راوند اكتر هيديك قرايه اعلى في الاشعاع. ايه. اوكي هيديك راديشن هيديك سترينس اوف سيجنال اعلى، معنى انه اداك سترينث اوف سيجنال اعلى معنى كده ان اتكون ايه؟ انه اتكون باوند راديو اكتيفيتي عاليه، يعني في راديو اكتيفيتي ده في جزء منه كبير مسك،
جزء كبير مسك ليه؟ عشان مفيش حاجه نفسته، مفيش من الان ليبلد اللي هو موجود في النيتشر فينا كده، ما احنا اللي موجوده الهرمونات اللي موجوده جوانا ان ليبلد، عشان الان ليبلد اللي جوانا قليله. ما لو كانت كتيره كانت ايه؟ لو كانت كتيره كانت قدرت تنافس ومسكت وقللت الباوند ليبل او الباوند راديو اكتيفيتي. اوكي؟ واضح الكلام ده يا شباب؟ ده تكنيك از بيست اون ذا كومبيتيشن بتوين ان ليبلد انتيجين اللي هو في الجسم عندنا. اد سيرتن اماونت، لازم الكميه طبعا اللي انت تكون حاططها من الليبلد لازم تكون محدده، مش هتحط بقى كميه ما يقدروش عليها. واخد بالك؟ يعني احنا تخيل مثلا ايه؟ احنا دلوقتي 50 واحد وانا اتنافس على الكراسي ده بنظام الكراسي الموسيقيه كده. انا اتنافس احنا 50 اهو مدخل معانا ثلاثه بس مش عارف يعملوا معانا حاجه. واخد بالك؟ فلازم يكون ايه؟ كميه محدوده مش كميه ما بتخلصش. كورسبوندنج ليبل انتيجين فور ديفينيت نمبر اوف انتي بودي بايندنج سايز. الهرمون في الحاله دي از انتيجين، از ذيس كيس. The hormone to be measured is a label antigen. It's present in biological specimen. الموجود في السبيسمن، الموجود في العينه بتاعتنا بقى اللي هي البلاد، اليورين، السلايفا. Label to hormone is among the reagents of the experiment. الليبل جاي معاك بقى ايه؟ من المصنع مع الكيتس بتاع التيست اللي انت بتعمله. The more the labeled antigen اللي هو موجود في اللي هو اللي احنا هنقيس اللي هو في الهرمون، the less the labeled antigen will combine with the antibody. كلما لسك اقل the antigen the antigen antibody reaction is allowed to take place ويحدث for definite period of time at the end of the incubation period. ده هيحصل كده بقى، انت عندك labeled antigen اللي هو الهرمون اللي بتقيسه ولابلد antigen جاي معاك في الكيت من المصنع وانتيبادي، دول ودول كميتهم محدده والانتيجين ده كميته مش عارفين، وهنسيبهم يتنافسوا بنظام الكراسي الموسيقي. هيتكون عندنا ايه؟ انتيجين انتي بادي كومبلكس اللي هو ان ليبل، يبقى جزء من الان ليبل مسك في انتي بادي وجزء من الليبل مسك في انتي بادي وشويه من الان ليبل مسك فضلوا فري وشويه من الليبل فضلوا فري. الانتيجين ده كده اسمه باوند راديو اكتيفيتي. احنا عندنا هنا راديو اكتيفيتي جايه من مصدرين بقى، الليبل ده انتيجين وايه؟ والانتيجين انتي بادي اللي هو ليبل. فاحنا عشان نقيس الراديو اكتيفيتي بالظبط لازم نعمل ايه؟ نفصلهم مع بعض عن بعض عشان نقيس الباوند راديو اكتيفيتي بس. The probability of the antibody to bind a labeled antigen انه يمسك labeled antigen is inversely proportional، زي واحد فيكم قال كده هتبقى بالعكس، تمشي بقى العلاقة عكسية، كل ما يقل الباوند راديو اكتيفيتي معنى كده ان نسبة الهرمون ايه؟ اعلى. The concentration of the unlabeled antigen اللي هو الهرمون في الحالة دي hence the bound count، وبالتالي يكون antigen antibody الراديتنج اللي هو الراديتنج is inversely proportional to unlabeled antigen concentration. هنفصل الفري فورم عن الباوند فورم اوف راديشن باي بروتين سيباريشن ايجنت، هما بروتينات فتفصلهم عن بعض. A series of standard tubes، سلسله بقى من الستاندرد اوف نون بات فيرنج، تركيزات الهرمون فيهم معروفه لكن مختلفه، هنشوف قرايتهم ايه ونيجي عاملين الستاندرد كيرف او الكاليبريشن كيرف. الكاليبريشن كيرف هو الستاندرد كيرف، ومنها نعرف الكونسنتريشن اوف ساتور. ايه الادفانتج اند ديس ادفانتج اوف راديو امينو اسيد؟ الراديو امينو اسيد از فيري سنسيتيف اند فيري سبيسيفيك، هو تحليل دقيق جدا سواء في السبيسيفيسيتي او في السنسيتيفيتي. ايه الفرق بين السبيسيفيسيتي والسنسيتيفيتي؟ يعني لما تقول على حاجه سنسيتيف تثبت ده ان هو سنسيتيف، معناه ايه؟ اي زياده او دقيق يعني حساسيه ان هو يديتكت ايه؟ يديتكت البوزيتيف ان هو بوزيتيف، ان هو يقول على الهرمون ده ان هو هرمون، ما يفوتش حاجه، ما يبقاش فيه هرمون يبقى حسيته بيه عليه، ما يبقاش فيه هرمون ويقول ما يجيبوش، يعني كل ما يبقى مثلا تركيز الانسولين، كل ما يلاقي انسولين يجيب، يبقى كده ايه؟ سنسيتيف حساس، كل ما يلاقيه يجيب. طب سبيسيفيك بقى؟
ما يمسك الا في الانسولين، ما يجيبليش حاجه غلط، اوكي؟ ما يمسكليش ثايرويد على انه انسولين، ما يمسكليش كورتيزول على انه انسولين. فنلاقي ان الراديو ديون ازاي؟ اه تمام، الميات ده يديتكت كميات قليله خالص من من الهرمون اللي انت بتدور عليه، اوكي؟ السبيسيفيسيتي ما يقولكش على الهرمون اللي موجود الا بنسبه معينه لما يكون موجود فعلا. ما يقولكش ان انا مسكت 3 4 كميه من الفلوس من الهرمون ده لما يكون الهرمون ده موجود فعلا. ما يقولكش يمسك حاجه غلط، ما يقولكش يمسك اي حاجه ويقول لي ده انسولين هو مش انسولين. لو مسكت حاجه مش انسولين وقال انه مش انسولين يبقى ايه؟ دي نون سبيسيفيسيتي. طبعا هي نسب، مفيش حاجه سبيسيفيك 100% ولا حاجه سنسيتيف 100%، لكن كلها بتبقى ايه نسب غالبا عشان التست يكون افيشنت وكويس بتبقى اعلى من 90% في الاثنين. هايلي سبيسيفيك وهايلي سنسيتيف، لكن الحلو ما يكملش. الراديو امينو اسي بلاوي كتير، عشان بلاوي زي ايه؟ تقدروا تتخيلوها ببساطه انك انت بتتعامل مع ماده ايه؟ مشعه، ماده مشعه، الراديشن الهازردز بتاع الراديشن، مخاطر الراديشن. والهازردز بتاع الراديشن ده بيتعمل عليها حاجات ثانيه، انك انت حتى بعد ما خلصت هتودي الويست ده فين؟ انت برضه بعد ما خلصت التجربه كلها عندك ويست ماتيريال، هتخلص منها ازاي؟ هتخلص منها بس ايه؟ مصعوبه وشه، اوكي؟ تاني حاجه انه تكنيك محتاج تريند فيرسس اشخاص مدربين، يعني بتكنيك مش اللي هو سهل اي حد يعمله او كده، تكنيك محتاج اشخاص تريند فيرسس، ومحتاج اكسبنسيف انسترومنتس، محتاج اجهزه غاليه، ومحتاج لايسنس، محتاج انت تروح ايه تقول يا جماعه والله انا عامل في الكليه هنا بعمل بتاع وهجيب فيه مواد مشعه، وتعالى بقى شوف اللي هيقول لك قد ايه، بيقول لك من لجنه الطاقه الذريه ومن لجنه البيئه ومن لجنه، هيجي لك من كل حته ايه 10 15 واحد يقعدوا يشوفوا المواصفات مظبوطه ولا مش مظبوطه، وهتعمل ايه وهتسوي ايه وهتعزل الغبار ازاي وهتحافظ على الغبار ازاي وهتحافظ على كده، اوكي؟ فهتلاقي فيها مشاكل كتير، لان الاجهزه غاليه اكسبنسيف انسترومنتس، محتاجه ترينت بيرسون، محتاج انت بتتعامل مع راديشن هازر، الويست اوف راديتنج ديسبوزال اوف راديتنج ويست ماتيريالز. وغير كده كمان الشورت شيلف لايف بتاع الراديتنج ماتيريالز دي، الكيتس دي عشان هي بيحصلها راديشن فبيجي فيها حاجه اسمها هاف لايف، كل فتره كده نص منها بيفقد الالكترونات بتاعته وبيتحول الى ماده مثلا تكون ايه كامله او كده او مش مشعه، ففيها الهاف لايف الشيلف لايف العمر بتاعه اللي هو يعيش معاك فيه على الرف مش طويل زي اللايف، فانت عايز تجيبه وتستخدمه بسرعه. يبقى ديس ادفانتج راديشن هازر ريكواير سبيشال تريند بيرسون لابس ريكواير سبيشال لايسنس تو هاندل راديو اكتف ماتيريال ريكواير سبيشال مانجمنت ريكويستيشن ستورج التخزين اوف راديو اكتف ماتيريال راديو اكتف ويست disposal. فده ما كنتش مضطر له قوي، يعني بتقول ايه على ايه وجع دماغ؟ ايه؟ الايزا، الايزا ده نوع من الانزيم اميونو اساي. الايزا يبقى الايزا ده از تايب اوف اميونو اساي ان ويتش ذا ليبل از انزيم. الليبل اللي احنا بنستخدمه ايه؟ انزيم. يبقى ده نوع من الامينو اسي الليبل بتاعه انزيم، بيعتمد على تكوين برضه ستيبل انتيجين انتي بودي كومبلكس. الانزيمز احنا خلاص كده فاهمين الفكره، يعني الالايزا زي ما هي امينو اسي بيعتمد على نفس الفكره والليبل بتاعه انزيم. الانزيمز اللي ممكن نستخدمها في كذا نوع، اشهر ثلاثه منهم الالكالاين فوسفاتيز، البيتا جالاكتوسايتيز، الهورس راديش بيروكسيديز. اوكي؟ هورس راديش دي كلمة واحدة بس هتكتبها هنا يا ريت في غلطة تكتبها كلمتين ان هي حصاد وراديش كارديا. هي هورس راديش دي كلمة واحدة. الالكالاين فوسفاتيز مش مشكلة هما شغلانتهم ايه، احنا عايزين بس نعرف ان هما ايه دول الانزيم ايه. بس الالكالاين فوسفاتيز شغلانته فوسفاتيز، يشيل فوسفيت جروب من المركب. فوسفاتيز يعني يكسر يشيل فوسفيت جروب.
بيتا جلاكتوزيديز يعني يحصل لقطه اسمها جلاكتوزيتك بوند اللي هي بتكون جلاكتوز وايه واي مركب تاني. هورس راديش بروكسيديز، الهورس راديش ده بلاند، هورس راديش از بلاند. الروت الجذور بتاعته ناخد منه ونستخلص منه الانزيم ده اللي هو الهورس راديش بروكسيديز. الهورس راديش ده تبع العيله اللي هي بتاع الكابج والمسترد الخردل والكام حاجات والبرونك والزهره اللي هي عندنا اسمها ارماميت حاجه اسمها زهره. الهورس راديش بروكسيديز ده بنستخلصه من بذور النبات ده. اوكي؟ شغلانته ايه؟ ده البلانت ماشي شغلانته الانزيم ايه؟ بروكسيديز. بروكسيديز يعني يكسر الاوكسيد، يكسر الهيدروجين اوكسيد. عارفين الهيدروجين اوكسيد اللي هو ايه؟ فري راديكال. هو تبع فري راديكال تمام. تركيبه ايه؟ الهيدروجين اوكسيد اوكسيد H2O2 H2O2 تمام. الوضع H2O الهيدروجين بروكسيد H2O2. فزي ما هنشوف الهورس راديش بروكسيديز بيكسر ال H2O2 الى H2O واكسجين. اوكي؟ ادفانتجز اوف الايزا، الايزا برضه سبيسيفيك وسنسيتيف وممكن نستخدمها كواليتيتيف او كوانتيتيف. كواليتيتيف يعني ايه؟ يعني تقول لك اه او لا، تقول لك الحاجه دي موجوده او مش موجوده، ماشي؟ يعني مثلا اتش اي في هرمون الهيومن ايميونو ديفيشنسي فايروس تقول لك موجود او مش موجود، ممكن تقول لك هو موجود او مش موجود. ممكن يستخدم كوانتيتيف، كوانتيتيف يعني كمي، يعني يقول لك كميته قد ايه، كميه الدرجه قد ايه، كميه هرمون قد ايه. مينيمال ريجنت بنستخدم كميه قليله من الريجنت، نو راديشن خالص. اتش اي في هيومن ايميونو ديفيشنسي فايروس. ايوه لا انا بقول لك ايه مميزات استخدام الايزا؟ مميزاتها ايه؟ هي سبيسيفيك وسنسيتيف واخد بالك سهله ومحتاجه ايجنت قليله وده ممكن تستخدمها في اختبارات بس محتاج تعرف هو موجود ولا مش موجود تبقى اسمها كواليتيتيف اه او لا يس اور نو. ممكن تستخدمها كوانتيتيف، كوانتيتيف يعني يقول لك كميه، كميه السبيك قد كذا، كميه الكورتيزون قد كذا. اوكي؟ ونور راديشن هازر ما فيهاش مشاكل الراديشن بتاع الراديو اميونو اساي بالاضافه الى نفسها والاجهزه بتاعته متوفره ليها ايه؟ مميزات كتير. ابلكيشن اوف الايزا، الايزا بنستخدمها في قياس ايه؟ هرمونز تيومر ماركر. عارفين التيومر ماركر؟ سمعت عنها؟ اونكوجينز اند تيومر سبريسور جين برودكتس هيباتيتس ماركر، الماركرز بتاعت التهابات الكبدي، فيتامينز، جروث فاكتورز اند سايتوكاينز، بروتينز اوف انفكشس ايجنت زي البكتيريا والفيرال ده ودراجز. يبقى دي الابلكيشن بتاعتها مش بس هرمون، لا هرمون يبقى ماركر دراج اونكوجين او اونكوجين برودكت او باثوجين او جروث فاكتور او سايتوكاين يعني بروتين اوف باثوجين يعني بروتين بتاع بكتيريا وبروتين بتاع فيروس. برنسبل اوف الايزا، بص البرنسبل اوف الايزا ده احنا الايزا ممكن نقيس فيها انتيجين او انتي بار زي اي راديو اوبتيك اساي بس احنا بنتعامل مع الهرمون دايما ان احنا بنستخدم التكنيك اللي فيه ايه؟ اللي فيه الهرمون هو الانتيجين. اوكي؟ لكن هتلاقي كاتب ذا انتيجينز اور انتي بارز، الانتيجين واحنا احنا الهرمون بنتعامل على انه انتيجين بس احنا ممكن نقيس انتي بار. فانا هقول لك ان احنا ايه؟ هنقيس انتيجين او انتي بادي في عند مريض كمية أنون. أوكي؟ فبنعمل إيه؟ بنحضر له بليت كده اسمها مايكرو تتر بليت. البليت دي فيها 96 ويل 96 ويل فيها 96 حفرة 8 في 12. أوكي؟ بالشكل ده طبعا دي كلها حفر بين دي هي إيه؟ زي كوبس صغيرة كده ويلز. أوكي؟ فانت بتعمل ايه في الالايزا؟ الالايزا انا كاتب هنا انتيجين او انتي بار، انتيجين او انتي بار، اتكلمت على انتيجين على ان هو هرمون فالهرمون بتتعامل معاه على انه ايه؟ انتيجين عشان يبقى الكلام سهل. بتعمل ايه؟ الهرمون ده انت هتتعامل معاه كانتيجين، بتجيب له انتي بار، انتي بار مش بيبرد ولا حاجه بس متصنع. اوكي؟ وبتثبته في الايه؟ في الويلز دي، يبقى موجود جوه الويلز، طبعا احنا لما هتبص فيها مش هتشوف حاجه. اوكي؟ يعني هو هيبقى موجود بس انت مش هتشوف. هتثبت الانتي بودي في الويلز. اوكي؟
نمسك مثلا نتكلم على اول منها هو ايه؟ انتي بادي اجينست الهرمون اللي انت عايز تقيسه. يبقى الهرمون في الحاله دي شغال ايه؟ كانتيجين. هتجيب عينه البلاط الكميه المحدده وهتيجي ايه؟ حاططها. هتحطها كده هيحصل ايه؟ الانتيجين دخل لقى الانتي بادي موجود بتمام التمام راح ماسك فيه. اوكي؟ الخطوه اللي بعد كده تعمل ايه؟ تعمل ووش. تعمل ووش تيجي تغسل بقى فما يبقاش عندك الا الانتيجين انتي بادي كومبلكس ده اللي ماسك في الويل. بعد كده تيجي ضايف ليبل انتي بادي. تيجي ضايف انتي بادي تاني بس ايه؟ ليبل. هيجي ماسك برضه في الهرمون هو انتيجين دي هيجي ماسك بقى تبقى عامله اجينست انذر ايبيتوب ضد يعني عشان يمسك في ايبيتوب تاني في الهرمون فيلاقي الهرمون فيجي ماسك فيه. دكتور انا بحط ليبل من الاول ايه؟ انا بحط ليبل من الاول بتاعت بعد كده. طيب هنتخيل ان احنا حطينا ليبل من الاول اوكي حطينا 100 واحد ليبل مثبتين ورحنا حاطين عليه الانون الانتج ورحنا غسلنا بس الليبل اللي انت حاططهم ثابتين ففضلوا 100 رحت حط بعد كده قست الليبل الاستريسك بتاع الليبل لقيتهم ايه؟ 100. طب لو ما حطيتش حاجه خالص ما عملتش نفس الخطوات ما هو 100 ما انت حاططهم ثابتين مش هيبقوا في حاجه معايا؟ مش فاهم احنا بنحط فيكسد انتي بادي بنبقى فيكسد انتي بادي ان ليبل. صالح يقول ليه ان ليبل؟ ليه ما حطناش ليبل في الاول؟ انت حاطه ومثبته كده كده موجود. اوكي؟ فلو انت اللي مثبته ده في الاول ليبل عندك 100 واحد 100 انتي بادي حاططه هيدوك سترينث للسيجنال معينه عشان هو ليبل. طيب لو انت حطيت الانتيجين بتاعك والانتيجين بيسك وتمام التمام ورحت قست الاسترينث هتلاقيها هي لان هو ليبل وهو فيكسد فكل ما هتقيس هتلاقيه، كل ما هتقيس هتلاقيه، واخد بالك؟ انما انت اللي بتعمله هنا ايه؟ انك انت اللي حاطه ان ليبل. هيجي لو الانتيجين موجود هيمسك في على حسب عدد الانتيجين هيمسك في كام انتي بادي. تيجي حاطط الليبل لانتيجين بقى مش هيمسك الا في الانتيجين، فكل ما كان الانتيجين موجود اكتر هيمسك ايه؟ ليبل اكتر وتغسل فاللي انت حطيته عن ليبل تبقى مش ثابت، وانت حاطه كده فغسلته فالليبل ما مسكش نزل في الغسيل، ما مسكش نزل في الغسيل، واللي مسك فضل ايه؟ موجود، فضل موجود ليه؟ عشان في انتيجين انتي بادي كومبلكس اتكون في الاول بتوين الان ليبل ده انتي بادي والانتيجين اللي جاي معاك في الانمود بلاد. هي دي الفكره اما يكون انتيجين. بعد كده هنعمل ايه؟ بعد ما خلاص عملنا ووش بعد ما ضفنا ليبل ده انتيجين نيجي ضايفين السبستريت. نيجي ضايفين السبستريت الماده بقى الانزيم هيغير لونها. اوكي؟ فلو كان الليبل ده انتيجين موجود بكثره هيعمل الاكشن بتاعه على السبستريت ده ويغير لونه بكثره فيدينا ايه؟ ديب كلر يدينا كونسنتريشن للكلر اعلى. فكل ما كان تركيز الهرمون اللي انت بتدور عليه اكتر كل ما هيديك كونسنتريشن اوف كلر اعلى في الحاله دي. يبقى برنسبل اوف الايز الانتيجين او الانتي بادي اللي موجود في البيشن سامبل ار ادد تو ذا مايكرو تيتر بليت. المايكرو تيتر بليت اصلا فيها برايمري انتي بادي خلاص او انتيجين يعني خليك ايه هنشيل بقى ليه او ايه احنا طبعا ايه كل حاجه وعكسها لو بدور على الانتيجين هتحط انتي بادي لو بدور على انتي بادي هتحط انتيجين. يبقى الانتيجين هيبقى محطوط له برايمري انتي بادي. اوكي؟ وبعد كده هتعمل ووش عشان تسيبريت الاباوند انتيجين. السكند انتي بادي او سكند انتي بادي اللي بتحطه بقى يبقى ليبل جيت فيكسد تو اوريدي فيرست انتيجين هيمسك في الانتيجين. ذي سكند انتي بادي هيبقى ليبل. اوكي؟ بعد كده تضيف السبستريت. الانزيم سبستريت كومبلكس هيدينا كلر برودكت تغير في اللون. This color produced measure the function or quantity of the antigen. Okay? الأول النوع الأول الميون الغادي
على معاكسين راديو من ازاي هنا هنا في هنا في كده وكده يعني في كومبيتيتيف وهان كومبيتيتيف يعني هتلاقي ان ايه ان في الراديو امينو ازاي كان حصل ايه كومبيتيشن فالنوع ده من الامينو ازاي اللي هو ايه كومبيتيتيف بيقول عليه كومبيتيتيف تنافسي فيطلع العلاقه انفرسلي بروبورشن انما هي لو نون كومبيتيتيف بالطريقه السهله اللي انا قلتها دي حاطين انتي بودي فيكسد ماسك في التيوب وبعد كده ضفت الانتيجين فالانتيجين لو موجود هيمسك في الانتي بودي وبعد كده ضفت سكندري انتي بودي ليبل مفيش هنا اي كومبيتيشن دي كلها خطوات ورا بعضها مفيش اي حاجتين بيتنافسوا مع بعض النون كومبيتيتيف تطلع دايركتلي بروبورشن تطلع ايه علاقه فرديه الكومبيتيتيف بيطلع العلاقه التنافسيه الحقيقه الاليزا فيها نوعين فيها الكومبيتيتيف وفيها النون كومبيتيتيف طبعا الكومبيتيتيف اسهل وخطواتها اقل وفي هوموجينس وهيتروجينس هوموجينس يعني محتاجه فصل بروتينات عن بعضها وهيتروجينس مش محتاجه وفي اندايركت ودايركت اما بنحط اللي هو الليبل الانتي بادي اما بنحط الليبل الانتي بادي لو كان الانتيجين موجود هيكون عمل هيكون مسك في الانتي بادي اللي اوريدي موجود فالسكندري الانتي بادي اللي اتحط هيلاقي الهرمون يجي ماسك فيه اما تعمل روش الليبل الانتي بادي اللي مسك ده مش هينزل فهيفضل وهو ليبل الليبل ده بايه؟ بانزايم الانزايم يعمل ايه؟ تحط له سبستريت تحط له ماده ثانيه هيجي شغال عليها يجي يحولها الى ماده ولا إيه؟ تمام. كده لو حطيت 100 ليبل حطيت كده قلم في قلم يمكن تفكر اي قلم حتى رفيع اوكي. طب حد انت عندك يا جماعه ايه؟ ادي الويل. الويل الصغنطوطه دي واحده من دول هي دي اوكي؟ هي جايه لك ايه؟ فيها فيكسد اند بار. اوكي بعدين كان صالح في الاول قال احنا ليه ما حطيناش فيكس انتي الليبل ده على طول هو ليه فيكس فهيروح فين كل ما تقيس هتلاقي الليبل موجود ضفت انت الانون ضفت الانون في الانتيجين راح الانتيجين مسك هنا وهنا وهنا مثلا اوكي مسك في التلاته دول ورحت غاسل كل الحاجات نزلت ما بقاش الا ايه الفيكس انتي والانتي بار رحت الضايف ده بدون كام؟ 2 4 6 8 رحت الضايف 8 انتي بادي وسيبه في حته ثانيه برضه في الانتيجين في نفس الانتيجين في حته ثانيه بس كلهم ايه؟ ليبل كلهم ليبل ليبل عليهم ايه؟ الانزايم اوكي؟ هم صحيح ضايف 8 بس ما فيش الا ثلاثه اللي هيعرفوا يمسكوا هيجوا ثلاثه يمسكوا هنا يجوا يجوا والخمسه الباقيين الخمسه الباقيين من الليبل دي مش هيمسك هتعمل ووش هتفتح هيجي كله ده ايه؟ نازل في الغسيل وهيبقى ليش حط الدماغ ليش حط الثلاث؟ مش عارف مش عارف انت مش عارف هو كمية الانتيجين عندك قد ايه؟ اوكي؟ فانت بتحط كمية كبيرة كده كده تكفي وتيجي الغسيل يمشي ده كله ما بقاش الا الثلاثة دول اوكي؟ الليبل هو انزايم هو ليبل هو انزايم اوكي؟ بوكس راديش بوكسيديز او بيتا جالاكتوزايديز او الكلايف هتيجي ضايف السبستريت بقى هتيجي ضايف السبستريت المادة المثلثات دي ولتكن هي ايه؟ السبستريت هتيجي ضايف انت السبستريت تروح ايه؟ الانزايم ده موجود اهو الليبل ده انزايم هيجي شغال على السبستريت ده يحوله الى برودة البرودة تبقى الحتة المربعة دي بس الحاجة المربعة هيحوله الى برودة البرودة ده ملون لونه بني مثلا اوكي؟ فكل ما كان كمية الانتيجين اللي هو الهرمون اكتر هيحصل ايه؟ هتمسك في البرايمري انتي بادي اكتر فبالتالي اما تضيف بعد كده الليبل ده انتي بادي هتثبت كميه اكبر بدل ما هو ثلاثه هتثبت خمسه او سته كميه الانزايم هتبقى اعلى هتيجي محوله كميه اكبر من السبستريت الى برودكت
فكمية أكبر من السبستريت اللي هو مادة ملونة فهتدينا إيه؟ كلر أغمق، ديب كلر. الكلر يبقى أغمق تقيس الديب كلر الأغمق ده بطريقة نفس الطريقة زي البارامتر اللي خدناها السنة اللي فاتت بس في جهاز الغيظة هتدينا القراية. هنعرف القراية إزاي؟ إنك أنت عندك كذا واحد كذا عينة ستاندرد عارف كميات الأنتيجين اللي فيها وعامل نفس الخطوات ومدياك الوان بايه بدرجات غمقان معينه وقايسها فعامله معاك ستاندرد كده. الطريقه دي ايه؟ نون كومبيتيتف، مفيش كومبيتيشن في اي حاجه. ممكن الجلايزا تبقى كومبيتيتف. عايزين بس نقول الاول ان في الاليزا لازم واحد من الكومبوننت اوف رياكشن اللي هو الانتي بودي، هنا في حاله الهرمون بيبقى انتي بودي او الانتيجين يكون متثبت على سوليد فيز، متثبت على حاجه ايه؟ صلبه زي كده. في حاجات استخدمت زي الشاركول، طبعا عايزينكم تتخيلوا ايه الشاركول ده، اللي هو ايه؟ الفحم، مش حته فحمه كده يعني، مش حته فحمه اللي هي بتاع مش عارف بتقولوا عليها الشيشه ولا النرجيله ولا ايه، اللي هي مش الفحمه بتاع التدخين دي، يعني بتبقى حاجات مصنعه يعني، اوكي؟ بولي ايثيلين جلايكول او مايكروبيتس شرايح صغيره. اكتر واحد بيستخدم في الشغلانه دي اللي هي ايه؟ المايكرو ويل بليت او مايكرو تتر بليت اللي هي فيها 8 في 12 96 فتحه، ده اكتر واحد بيستخدم بيثبت عليه الانتي بودي اللي احنا هنستخدمه، اوكي؟ وده بيسهل لنا بعد كده الخطوات ان احنا نعمل ايه؟ بيسهل بقى كل واحده من دول تعتبر كتيوب مستقل، كل واحده من الويلز دي تعتبر كتيوب مستقله، هي مقفوله من هنا على فكره، مش يعني مش مفوته، تعتبر كتيوب مستقله وبتسهل لنا ان احنا نشتغل بسرعه. ممكن تجيب مالتي شانل ببيت، وبعدين طبعا انا جايب ببيت واحده ده في ببيت ممكن تبقى مالتي شانل تيجي على طول ايه وقت المحاضره تعمل تخليك سريع شغل ايه سيمي في الطبيعي. اعمل قياس دي وحده في شيء واحد صح؟ ايه؟ قياس واحد مش معاك شيء. تجيب معاك ازاي؟ كل تيوب هذول لا كل تيوب ممكن توقع شخص معين، ممكن التيوب ده تحط فيه العينه بتاع صالح، التيوب ده بتاع انس، التيوب ده بتاع عبد المجيد كده واخد بالك، فكل تيوب وتيجي ايه عامل كل الخطوات عليه، ده طبعا ستاندرد انت عندك مثلا 10 تيوب كده كده هتعمل كل الخطوات عشان تعمل الكيرف بتاعك، وتيجي شغال بقى انك انت المعمل مش بيجي لك واحد، انت طول النهار بتقعد ايه تجمع ده يعمل تي 3 ده تي 3 تي 3 تي 4 تي 3 تي 4 تيجي تجمع ايه مثلا تي 3 الثيرويد اللي هتعملهم الناس دي كلها بتيجي شغالهم بره، فيبقى كل ويند دول يعتبر كتيوب بتاع مريض معين. وتيجي تدخلها كلها في الاخر، الجهاز هو عارف انك انت ايه؟ هتلاقي ده كده من ايه؟ من اي بي سي دي اي اف جي اتش 8 دي كده اتش كده 1 في 12. انت عارف ان الوول ايه؟ نمره، وهنا في ارقام يا جماعه مكتوب بس يمكن مش شايفينها، هنا من 2 اتش وهنا من 1 ل 12، فانت اي واحد من دول ممكن تعرفه. دي 8 سي 7، سي 7 دي مثلا بتاعت صالح، وهنحط والجهاز هيدينا ان العينه بتاعت سي 7 طلعت مثلا الانسولين فيها 40، اوكي؟ سي 7 دي يا جماعه كانت مين؟ صالح، خلاص يبقى صالح الانسولين بتاعه 40، ده كان اوكي؟ طبعا وفي ايه اوتوميشن اكتر في دايما في الداتا، ادخال الداتا واستخلاص الداتا من الاجهزه المعمليه والكلام ده في تطور على طول، يعني انت في دلوقتي انت تدخل العيان بباركود يبقى ليه يعني زي الباركود اللي هو بيبقى موجود على المنتجات على المربى او كده، ويكون فيها كل البيانات بتاعته، وبعد كده يفضل ماشي على الاجهزه كلها اوتوميتد لغايه ما يديك النتيجه مطبوعه في الاخر، اوكي؟ الانزيم لينكد امينو اساي قلنا ممكن تبقى نون كومبتيتف وتبقى كومبتيتف، اللي احنا شرحناها اللي هي اسهل واحده دي كومبتيتف بتتسمى ساندويتش الايزا، ساندويتش الايزا لانها بتعمل ايه؟ بتعمل شكل الساندويتش ده اللي هي اللي هي زي ما يكون قطعه خبز هنا توست مثلا وقطعه خبز فوق وبينهم ايه؟ وبينهم الانتيجين ده اللي انت بتقيسه، يبقى في الاول الانتي بودي فيكسد اهو، بعد كده ضفت العينه فيها الانتيجين بتاعك بيسكس الانتي بودي، ضفت الليبل انتي بودي، الليبل ده انتي بودي بعد ما ضفت له السبستريت عمل كلر تشينج وبعد كده تقيسه. في حاله الهورس راديش بيروكسيديز، في حاله الانزيم الهورس راديش بيروكسيديز، يعني انت عملت الخطوات دي
وكان الليبل اللي انت مستخدمه تسيب الهورس راديش. الهورس راديش ده بيعمل ايه؟ بيعمل سبريت من H2O2 الى H2O واكسجين. السبستريت اللي انت حطيته داي امينو بنزيدين، اوكي؟ داي امينو بنزيدين، الاكسجين ده بيحوله من ريديوز داي امينو بنزيدين الى اوكسدايز، يعمل له اوكسيديشن. الاوكسدايز داي امينو بنزيدين از براون ان كلر. يبقى داي امينو بنزيدين ده شغلانته هنا ايه؟ شغلانته ايه في التفاعل؟ اه مين مركز يقول؟ لا شغلانته ايه؟ نسميه ايه في القصه دي؟ سبستريت. تمام، نسميه سبستريت بتاع الانزيم ليبل اللي هو الهورس راديش بيروكسيديز. اوكي؟ يبقى الهورس راديش بيروكسيديز حول البروكسايد، البروكسايد موجود في الكيت برضه انت بتضيفه، حول الهيدروجين بروكسايد الى H2O وO. الاكسجين ده حول الداي امينو بنزيدين الى اكسدايز داي امينو بنزيدين فعمل تشينج كلر تشينج ممكن يتقاس. دكتور؟ دكتور؟ البروكسيدايز موجود مع الانتي بوديز بالكيت. ايه؟ البروكسيد موجود مع الهيدروجين بروكسايد مع الانتي بودي بالكيت نفسه. بتضيفه في الاخر بعد ما بعد ما حطيت الليبل انتي بودي وعملت ووش عشان تشيل الاكسس. ايه؟ هتيجي ضايف السبستريت، السبستريت اللي هو ايه؟ اللي هو الداي امينو بنزيدين، وتيجي ضايف هيدروجين بروكسايد. ايه؟ اوكي؟ الانزيم تمام يحول الهيدروجين بروكسيد الى H2O وO. الO ده الاكسجين ده الديسنت اكسجين ده يجي ايه؟ يشتغل على الداي امينو بنزيدين يحوله الى اوكسدايز داي امينو بنزيدين. الاوكسدايز داي امينو بنزيدين لونه جولد. كل ما كان كميه الليبل اكبر يحول كميه اكبر من الداي امينو بنزيدين الى اوكسدايز داي امينو بنزيدين ويدي انتنسيتي في الكلر اعلى. الطريقه دي بالاضافه الى انها نون كومبيتيتيف، نون كومبيتيتيف مفيش اي تنافس اهي، انها دايركت مباشره على طول، ضفنا على طول الانتي بادي ليبل ده على طول. ممكن الالايزا تبقى اندايركت. يعني ايه اندايركت؟ يعني انت بتضيف انتي بادي، احنا هنا الفيكس انتيجن وبندور مثلا على انتي بادي، الانتي بادي لا دي كده برضه الاندايركت. ايه يا جماعه؟ الاندايركت انك انت مش يكون الانزيم على طول ليبل، لا انك انت الانزيم الاولاني برضه ما يبقاش ليبل وتضيف سكندري انتي بادي اجينست الانتي بادي. تحط انتي بادي للانتي بادي هو اللي يبقى ليبل. اوكي؟ انتي بادي للانتي بادي. انتي بادي للانتي بادي هي اللي. طب ده يفيد في ايه؟ يفيد انك مش كل انتيجين هتعمله ليبل بانتي بادي مخصوص. مش كل انتيجين هتعمله ليبل بانتي بادي مخصوص. ممكن تعمل ليبل سكندري، ليبل بانتي بادي يشتغل مع كذا كيت. اوكي؟ يعني مش الانسولين هتيجي عامل له واحد ليبل بانتي بادي مخصوص ليه الثيروكسين والكورتيزول. ممكن تعمل سكندري انتي بادي ليبل، لان الليبل ده محتاج تصنيع. الليبل ده محتاج اضافه. ممكن الليبل ده يشتغل على كذا واحد. ده غير الايزا برضو بس انتي بادي ميشر. هي دي انا بعدلها. هي دي بس ده بيقيس لو بتقيس ايه انتي بادي. لو بتقيس انتي بادي هتحط له ايه؟ هتحط له انتيجين. احنا ما كنا بنقيس هرمون بنعامله على انه انتيجين بنحط له بيبقى فيكسد هنا انتي بادي عشان يمسك فيه. انما انت لو بتدور على انتي بادي هتثبت له هنا ايه؟ هتثبت له انتيجين. هتثبت له انتيجين بيجي بعد كده الانتي بادي ده تيجي حاطط له ليبل انتي بادي. تمام. انت الهرمون ده انتيجين، الهرمون ده مش انتي بادي. اوكي؟ انما انت ممكن تستخدم الايزا
انك انت تدور على انتي بادي، انتي بادي اجينست فيروس سي مثلا، هيباتيتس سي انتي بادي. اوكي، الهيباتيتس سي انتي بادي ده يبقى انت بتدور على ايه؟ على انتي بادي، على كم نقطه انتي بادي فعلا. فتحط له ايه؟ تحط له حاجه يمسك فيها، تثبت له، تثبت له انتيجين هنا عشان يجي يمسك. اوكي، هو ده شرح متعلق اكتر بالتكنيك، طرق التكنيك يعني طرق الايزر اكتر منها انها متعلقه بالهرمون، لان الهرمون على طول بتتعامل معاك انتيجين. اوكي، انما انت في استخدامات الايزر ممكن تستخدم الايزر انك عايز تشوف كميه الانتي بادي، مثلا انتي بادي سي، انتي بادي هيباتيتس سي، انتي بادي اتش اي في، انتي بادي اي حاجه. فاللي انت بتدور عليه انتي بادي، يبقى ما ينفعش تحط له انتي بادي يستناه هنا، هتحط له انتيجين اللي هو بيمسك فيه. اوكي، ايه الفرق بين النون كومبيتيتيف والكومبيتيتيف الايز؟ بيتهيألي كده بقى واضح. النون كومبيتيتيف الايز بقت واضحه، بقى الموضوع واضح. في الكومبيتيتيف الايز بنعمل ايه بقى؟ احنا خلينا الاول نون كومبيتيتيف اللي احنا قلناه، بنعمل ايه؟ انت بتحط فيكس الانتي بادي وتحط له العينه بتاعتك فيها الانتيجين، بعد كده بتحط انتي بادي تاني ليبل، وبعد كده بتحط السبستريت يديك السيجنال وتقيس الشده بتاعتك. مفيش منافسه. في الكومبيتيتيف بقى بتعمل ايه؟ بتحط فيكس الانتي بادي، مش تمام، مفيش مشاكل. بتحط ان ليبل انتيجين اللي هو العينه الانتيجين بتاعك، وبتحط معاه كمان ايه؟ انتيجين جاي في الكيتس يكون ليبل، انتيجين جاي في الكيت يكون ليبل. فيحصل كومبيتيشن، كومبيتيشن بين الليبل انتيجين اللي هو في الكيت والان ليبل انتيجين اللي هي في الاسبيسمن بتاعك. فبالتالي كل ما الليبل انتيجين يمسك اكتر او يبقى موجود اكتر في الاخر ويدينا ستريت ويدينا ستريت للسيجنال اعلى، معنى كده ان الانليبل انتيجين ايه؟ كتيره ولا قليله؟ قليله. كل ما كان انليبل انتيجين مسك اكتر ولقيناه موجود معانا في الاخر اكتر، معنى كده ان الانليبل انتيجين اللي هو في الهرمون اقل، يبقى معنى كده كميه الهرمون اقل، فتطلع العلاقه في الاخر ايه؟ انفرسلي بروبورشن زي بتاع مرة تانية هنقراها بقى هنا مرة تانية عشان تبقى واضحة. في الكومبيتيتيف في التان كومبيتيتيف اليزا بنسميها ريجولار اليزا اللي هي اتعودت عليها يعني اللي بتعمل على طول، او ساندويتش اليزا. انتيجين ان ذا انون از باوند تو انتي بادي سايت، الانتيجين هيجي يمسك في الانتي بادي، قلناها زد ليبل ذا انتي بادي از باوند تو ذا انتيجين، وبعد كده يجي الليبل، يبقى الاول انتيجين يمسك في الانتي بادي اللي هو فيكسد، وبعد كده يجي الليبل ذا انتي بادي يمسك. اوكي، طيب في الكومبيتيتيف اليزا الانتيجين ان ذا انون سامبل، ده الانتيجين بتاع السامبل. اوكي، هيكومبيت ويز ليبل انتيجين، هيتنافس مع ليبل انتيجين موجود في الكيت، هما الاثنين هيتنافسوا على انهم ايه؟ يمسكوا. العلاقه العكسيه في الكومبيتيتيف تمام، والعلاقه الطبيعيه في تبقى في النون كومبيتيتيف. يبقى ذا اماونت اوف ليبل انتيجين باوند تو ذا انتي بادي سايت، يبقى انت كده عندك ايه؟ الانتيجين ليبل على طول. اوكي؟ انت حطينا انتيجين ليبل على طول عليه الليبل اللي هو الانزايم او الراديو اكتف او كده، طبعا انزايم عشان تفرق لايف. اوكي؟ وبعد كده هتيجي ضايف للسبستريت. هتيجي ضايف للسبستريت. لو اداك انتنسيتي اعلى في الكار، معنى كده ايه؟ ان في ليبل انتيجين كتير مسك في الانتي بادي. معنى كده ان هو فاز في الكومبيتيشن. معنى كده ان الليبل ايه؟ كتير والايه والان ليبل قليل، يبقى كميه الهرمون قليله، تبقى العلاقه انفرسلي بروبورشن. يبقى في النون كومبيتيتيف ذا اماونت اوف ليبل انتي بادي اون ذا سايد از سيت بيشر، هير ذا ريزلت ويل بي دايركتلي بروبورشنال تو ذا كونسنتريشن اوف ذا انتيجين، بيكوز ليبل انتي بادي ويل نوت بايت، مش هيمسك اف ذا انتيجين از نوت بريزنت ان ذا ادون سيلز. انما بقى في الكومبيتيتيف ذا اماونت اوف ليبلد انتيجين باوند تو ذا انتي بادي از ذن ميشر، هتقيس الاماونت اوف ليبلد انتيجين. هير ذا ريزلت ويل بي انفرسلي ريليتد، العلاقه عكسيه تو ذا كونسنتريشن اوف ذا انتيجين اوف ذا انون اللي انت بتدور عليها. بيكوز ذا جريتر ذا ريسبونس ذا ليس ذا انتيجين ان ذا انون ويز افيل تو كومبيت ويز ذا ليبلد انتيجين. واضح الكلام؟ هوموجينس وهيتروجينس
اسمس. الاليزا في برضه منها هوموجينس وهيتروجينس. الهيتروجينس اليزا مش محتاجه سيباريشن اوف ذا باوند اند فري ليبل ماتيريال، ما بتحتاجش نفصل، ما بتحتاجش نعمل فصل بروتين بعد كده احنا نفصل الليبل والار ليبل. ايه فكره الهيتروجينس؟ فكره الهيتروجينس ان تكون الانتيجين في الهيتروجينس لايف، تكون الانتيجين انتي بودي كومبلكس نفسه بيجي على طول عامل بلوك للاكتيفيتي بتاع الانزيم ليبل، يعني مجرد تكون الانتيجين انتي بودي كومبلكس اول ما الانتيجين انتي بودي كومبلكس يمسكوا بعض هيوقف الاكتيفيتي بتاع الانزيم. واخد بالك؟ يبقى الاكتيفيتي بتاع الانزيم يقل والعلاقه هنا برضه ايه؟ انفرسلي بروبورشن. يبقى انت هنا مش محتاج تفصل حاجه ولا محتاج حاجه تاني، خلاص مش محتاج تعمل سيباريشن تشوف الباوند اب داون. انما في الهيتروجينس اليزا ذا ميثل ريكوير سيباريشن اوف باوند اند اب باوند، يبقى احنا دايما بنعمل ايه؟ بوش عشان نفصل الباوند ونفصل الايه المسافه. انما في الهيتروجينس بيجي ضايف كله فوق بعضه ويجي في الاخر بيديك النتيجه. ليه؟ لانه في الهيتروجينس مجرد تكون الانتيجين انتي بودي كومبلكس عمل الايه؟ السيجنال او ابتدى يعمل السيجنال بعد وجود في السبستريت. اوكي؟ اخر حاجه دايركت اند دايركت الايزا. في الدايركت الايزا زي مثلا الساندوتش الايزا، بعد انت عندك الانتي بودي فيكسد، حطيت الانتيجين، حطيت فوقيه الليبل انتي بودي، ده كده في الدايركت الايزا. في الاند دايركت الايزا ما بيبقاش الانتي بودي اللي هو اللي بيتحط ده ليبل على طول، لا الانتي بودي التاني بيبقى انليبلد برضه، وتيجي حاطط انتي بودي ضد الانتي بودي ده هو اللي يبقى ايه؟ ليبل. ماشي يا جماعه؟ يبقى احنا اول انتي بودي لو في ساندوتش الايز انليبلد اللي هو فيكس، وبعد كده حطيت الانتيجين، وبعد كده الانتي بودي التاني انليبلد برضه، وبعد كده حطيت الانتي بودي ليبلد بقى. اوكي؟ يبقى انت كده في ايه؟ خطوه زياده. طب ده اللي في الان دايركت. انما الساندوتش دايت. ليش هذا البروسيس؟ ليش هذا البروسيس؟ ليش سوى الخطوه الزياده؟ الدايركت ان بروسيس لانه بطريقه ما يعني بطريقه ما بيعمل زي ايه؟ زي انت عارف الدرس، عارف لما كان درس صغير تلف وتحرك درس كبير والدرس اكبر يتحرك درس اكبر، هو حاجه عامله زي كده. انك انت مثلا بدل ما بتنقل الحركه مثلا تخيل انك انت بتنقل الحركه من ترس صغير عارف تدرجها من ترس اكبر. واخد بالك؟ او تيجي تحمل تضيف ترس تاني بقى، الترس ده كمان يلف ترس تاني، فانت هنا الحركه قليله حصلت على ايه؟ على كميه حركه كبيره. اوكي؟ عملنا ايه؟ امبليفيكيشن. الامبليفيكيشن ده بيبقى معاه سنسيتيفيتي اعلى. السنسيتيفيتي يعني يقدر يجيب لك كميات قليله، واخد بالك؟ زي صوت واطي وانت حاطه على ميكروفون فكبرته، فمهما كان الصوت واطي هتسمعه. هو الاندايركت بيعمل كده. الاندايركت بيعمل امبليفيكيشن. واضح؟ اوكي؟ لانك انت ايه؟ كل ما تكتر الخطوات كان ايه؟ ترس بيحرك ترس اكبر وترس اكبر بيحرك ترس اكبر منه، فبتعمل امبليفيكيشن. يعني انت بعد كده كمان هتيجي حاطط سبستريت، السبستريت كل انزيم من دول مش بيتحول مولكيول واحد، بيتحول ايه؟ اكتر من مولكيول. فدايما في خطوات الاليزا في امبليفيكيشن في السيجنال عشان تقدر تعمل ديتكشن بكميات قليله، فضفت خطوه زياده عملت امبليفيكيشن زياده قدرت تحصل تضبط الكميات القليله قوي، فمعنى كده ان السنسيتيفيتي عندك ايه؟ احسن. تمام؟ اي سؤال؟ اي حاجه من دي ممكن تيجي اسئله. اي حاجه يا جماعه؟ ما تشغلش بالك بطريقه الاسئله، انت اهم حاجه ايه؟ النولج، انك انت تعرف الانفورميشن اللي موجوده هنا وطريقه الاسئله هو عادي يعني تعرفه كجوه. اللي مذاكر هيعرف يجاوب. ايوه شلون الذاكره؟